نتحدث عن ما نراقبه في الأسواق المالية العالمية عموما وأيضا في أسواق النفط. تنضم إلينا من عمان لينا قنوع، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا بك لينا معنا. يعني واضح بأنه الخلافات لا تزال مستمرة، على الأقل هذا ما تشير إليه التقارير الأولية، والآن الخلاف هو حول مستوى الأساس بما يتعلق بأي خفض إضافي لمستويات الإنتاج. بداية، ما هي توقعاتك من اجتماع اليوم؟ بالفعل مي، صباح الخير. بداية مي، كل الأنظار تتجه إلى هذا الاجتماع، هناك تفاؤل كبير بأن يكون هناك في تخفيض للإنتاج، لكن لو تم التخفيض بأقل من 10 ملايين برميل يوميا، نحن نتحدث عن مستويات منخفضة للأسعار، لن يحدث استقرار لأسواق النفط. بالتالي كل ربما سمعنا تصريحات أيضا من روسيا أنها لن تقوم بخفض الإنتاج ب 1.6 مليون برميل إلا إذا شاركت الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تضغط على أوبك من جهة أخرى، وخاصة قالت أن من خلال الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أبلغت ولي العهد السعودي بأنه يجب أن يكون هناك تخفيض الإنتاج، وإلا التعاون الاقتصادي والعسكري سيكون معرض للخطر. فهناك ضغوط كبيرة على السعودية إلى أنها سوف يجب أن تقوم بخفض الإنتاج، ومن جهة أخرى روسيا، ونلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن أي عن مشاركة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة طلب في انخفاض الطلب توقعاتها ب 11.8، وأنها انخفاض أسعار النفط الحالية هي سوف تؤدي إلى تراجع الإنتاج الأمريكي، ولكن بشكل غير طوعي. وترد روسيا بأنه لا علاقة لذلك، أن تخفيضات الإنتاج التي سوف تقوم بها لا علاقة بانخفاض أسعار النفط وانخفاضات الإنتاج. نعم. بشكل غير طوعي. نعم. طيب لينا، أريد الحديث معك أيضا عن ما يحدث في أسواق الأسهم الأمريكية، وهذه الارتفاعات التي شهدناها خلال الجلسات الماضية، وتحديدا خلال جلسة البارحة. داو جونز صعد بقرابة 800 نقطة، 3.5% من المكاسب بالنسبة للداو، بالنسبة للأس أم بي 500. يعني كيف نفسر هذه المكاسب؟ وعمليا على أرض الواقع لم يتغير شيء. نعم، نتوقع بأنه سيكون هناك يعني بداية لتراجعات في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في أمريكا، ولكن هل هذه الارتفاعات تشير إلى أنه تم تسعير كل التداعيات الاقتصادية لكورونا؟ على المدى القصير أنه تم التسعير، ونتوقع أنه يكون على المدى القصير ارتفاعات للأسهم الأمريكية نتيجة كما ذكرتي في تراجع في عدد الإصابات، ورغم ارتفاع الإصابات التي وصلت إلى القمة كما يعتقدون البعض، ووصول عدد الإصابات في الولايات المتحدة لأكثر من 435، وبنيويورك ارتفاعات كبيرة لكنها وصلت إلى القمة، وبالتالي هناك تفاؤل بأن يكون هناك ارتفاعات للأسهم الأمريكية على المدى القصير. لكن لو تم انتشار فيروس كورونا إلى مدى أكبر من ذلك واحتمالات الركود الاقتصادي العميق، أتوقع أن يكون هناك على المدى البعيد أن الانخفاضات موجودة، ويكون هناك تراجعات للأسهم الأمريكية برغم هذه الارتفاعات التفاؤلية اللحظية التي نراها على المدى القصير بالنسبة للأسواق الأمريكية. يعني بكل الأحوال لينا، هذا ما أيضا شهدناه ربما وتمت الإشارة إليه في محضر اجتماع الفيدرالي للاجتماع مع مارس، حيث أن معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية يتوقعون بأن يدخل الاقتصاد الأمريكي بركود على مدى عام. السؤال لنا، هل يستطيع الفيدرالي القيام بأي شيء خلال الفترة القادمة لمنع حدوث ذلك، أو أنه الأمر بات واقع؟ يظهر أن الأمر بات واقع عن دخول ركود اقتصادي عميق سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نتحدث عن فترة هذا الركود، وخاصة توقعات من شركة بيمكو باسيفيك انفستمنت مانجمنت التي قالت أن الركود في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية سينكمش إلى 30%. بات الأمر واقع في الربع الثاني، لكن نتحدث هل سيستمر هذا الركود، نتحدث عن فترة زمنية. لو كان محدود انتشار فيروس كورونا توقع ركود اقتصادي عميق، لكن بفترة زمنية أقل. لو استمر هذا انتشار فيروس كورونا ووصول عدد الإصابات إلى أكثر من ذلك، نتوقع الأسوأ، ركود اقتصادي عميق على مدى طويل. إذا تحدثنا عن الأزمة المالية بعام 2008 و2009، نتحدث عن انكماشات في الركود كان ب 8%، لكن هذه الأرقام التي
التي نتحدث عنها، نتحدث عن 30%، ليست بالأرقام سهلة، وخصوصا عدد من دول أوروبا قد أعلنت أيضا عن ركود اقتصادي وبداية هذا الركود، وخاصة أيضا البيانات التي نسمعها ونترقبها من طلبات إعادة البطالة الأمريكية، يعني يظهر أن هناك ارتفاع أيضا متوقع هذا خلال الأسبوع الماضي بأن ترتفع إعادة البطالة الأمريكية بخمسة مليون طلب، وبالتالي إذا تحدثنا عن الأسابيع السابقة بعشرة مليون واليوم والأسبوع الماضي بخمسة مليون، سوف نختم الشهر بعشرين مليون طلب إعانة، وبالتالي ارتفاعات لمعدلات البطالة، خفض في الإنتاجية الشركات، تغير في العادات الاستهلاكية، هناك عدد كبير من سيكون هناك تسريحات لعدد من الأمريكيين سوف لن يجدون عمل في الفترة القادمة، فهو يعتمد على الفترة الزمنية. صحيح، شكرا لك يا لينا قنوع، محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب على هذه المشاركة.